نحن بنمتلك مصنع لتصنيع خشب الزيتون، وهذا امتداد لصناعة العائلة. العائلة كانت بلشت في قبل 150 و200 سنة، كانوا يشتغلوا في مادة الصدف. مادة الصدف هي مادة مستوردة كانت تصنع في مدينة بيت لحم، لكن المادة صارت غالية فاتجهوا لصناعة خشب الزيتون. وخشب الزيتون هي خشبة موجودة بفلسطين، كل عملية كل سنة المزارعين بيقنبوا خشب الزيتون وبيبيعوا مادة الخشب للتدفئة. فالعائلة اتجهت لتصنيع هاي المادة لتحف من 150 سنة. بيستعملوا أدوات يدوية بسيطة. بالأول كانت السكاكين، النحت كانت بدائية جدا، لكن مع دخول الكهرباء في مدينة بيت لحم بالثلاثينات تحولوا لاستعمال بعض الآلات الكهربائية مثل الحفار اللي بيستعمله طبيب الأسنان اللي بسموه درمل تول. كل هاي الأدوات ساعدت على زيادة كمية الإنتاج وصار سعرها معقول بالنسبة للسواح، فزاد الإقبال عليها بشكل كبير. حاولوا تقليد هذه الصنعة، لكن هذه الصناعة بتحتاج إلى أيدي مهرة، يعني بدك تروح على الصين تدرب عمال، يعني تمنك تقدر تنتجها أو تنفسها. وعندنا يعني الأيدي العاملة متوفرة في فلسطين، والحمد لله يعني أسعارها في فلسطين مقبولة في المرحلة الحالية. بما أنه نحن في مدينة بيت لحم، وهذا هو بترول مدينة بيت لحم هو الحج، فمعظم السواح بدها إشي ديني، فمعظم الإنتاج بيكون يعني بنقدر نقول 70% من التحف هيتا من بتمثل حياة سيدنا المسيح، بالإضافة إلى أشياء بتعبر عن الثقافة الفلسطينية وبعض الأشياء عن فلسطين مثل مجسمات الأقصى، مجسمات القيامة، خارطة فلسطين، كل هاي الأمور اللي ترتبط بفلسطين. طبعاً لبعض أدوات المطبخ مثل معالق السلطة وكتير أشياء يعني بتتعلق بالشيء الفلسطيني. طبعاً هذا في عليه إقبال من الأجانب، خصوصاً إنه القطع مصنعة بمدينة بيت لحم ومعظمها قطع فنية منتوجة يدوياً. شجرة الزيتون لها قدسية كبيرة في كل الديانات السماوية الثلاث، فبتلاقي الإقبال عليها كبير، وبعدين تتميز بلونها. كل قطعة خشب زيتون متميزة عن الثانية بلون مختلف، كل قطعة لها لونها الخاص فيها، فهذا بيخليه إقبال لحاله. يعني ممكن أنت ممكن بس تجيب قطعة خام وتحفها وتسويها ناعمة، بس منظرها لحاله الزائر بيقبل يشتريها دون ما تنحت تكون قطعة فنية.